السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم محبين وانصار شبيبه القبائل في اخر اخبار شبيبه القبائل. طبعا اليوم عبر جريده الكره نيوز، يعني قال لك ايد جودي يطالب اللاعبين بتحمل مسؤوليتهم ويصر طبعا على انتفاضه سريعه. يبدو ان المدرب عز الدين ايد جودي، وبعد أن كان يتحدث بثقة كبيرة في الفترة الماضية، وجد نفسه أمام الأمر الواقع الآن، يعني بعد توالي النتائج السلبية. طبعا المغادرة من الباب الضيق لا يستهويه إلا إطلاقا، أشعر لاعبيه أن الكرة في مرماهم، وصراحة لازم يديروا القلب خاوتنا. توعد باستبعاد كل من اثبت برودته على ارضيه الميدان، يعني اي واحد راه يلعب بالبروده راح يبعده على ارضيه الميدان، والطاقم الفني يواصل عزل اللاعبين وابعادهم عن الضغط، يعني حتى الانصار اصبحوا لا يمارسون اي ضغط. هذه الساعه نزل يستأنف تدريباته ويعول على عودة قوية، تشكيلة تواصل تحضيرات بجدية ونقاط بالوزداد أكثر من ضرورية، يعني مدان ضمن الاهتمامات، وتشكيل مجلس إدارة قوي، يعني هدف موبيليس. والبعض أكد أنه لا يمارس يعني دوره كقائد، يعني نحو نزع شارة القيادة من بوعليا، وسياد سيتولى المأمورية، يعني صياد هو اللي راح يدي الشارات القيادة في بلاصة بوعليا. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق يا ربي لشبيبة القبائل، ونتمنى منكم أنتم كذلك أنصار الشبيبة تعطيونا دائما الآراء تاعكم في التعليقات، باش إن شاء الله ديما نشارككم معكم جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.